السلام عليكم ورحمة الله. فاصل جديد من هذا البرنامج، من حلقة برنامج أسألونك، الجزء الثاني من حلقة اليوم. نتكلم عن الصيام وأن رمضان شهر الجهاد. نعود لمولانا المفتي الدكتور علي جمعة، مفتي الدار المصرية. تسألنا يا مولانا، أو ورد سؤال كان للبرنامج، أن كان قديما بيقولوا لنا أنه الغني يصوم في رمضان ليشعر بحاجة الفقير. طب الفقير يصوم ليه؟ أنا شعرفني هذا تعليل عجيب، يعني يصوم الغني ويصوم الفقير امتثالا لله رب العالمين، تربية للنفس. الفقير يحتاج إلى تربية كالغني، بل قد يحتاج الفقير إلى تربية أشد من الغني. يعني النبي صلى الله عليه وسلم نعى على الفقراء المتكبرين، ده في من الفقراء متكبر، يبقى جمع بين الخستين، بين الكبر وبين الفقر. الفقر هو حديث ان الله يبغض الغني المتكبر وبغضه للفقير المتكبر اشد، هذا واحد. ولكن ابغض الناس عند الله كل جواظ جعذري متكبر. الجواظ الجعذري المتكبر ده هو كل فقير متكبر. برضو في نفس الروايات. فالجواظ يعني الغليظ ومتكبر كده، وبعدين تلاقيه فقير. طب ده جمع يعني حتى ما عندوش حاجه يعني خليته يتكبر، يعني لا دنيا ولا دين، لا دنيا ولا دين. فلا، طب الغني المتكبر مصيبته السود. الله يكره الكبر. والكبرياء من صفاته التي ينبغي ألا ينازع فيها أحد، فإن نازعه فيها أحد أخذه ولا يبالي. فالقضية هنا هي السمع والطاعة كما قلنا، وليس أبدا قضية المواساة والشعور بالفقر والشعور بالجوع. لا، إذا كان يبقى الشعور بالمخلوقية، بالمخلوقية، إني أنا يا غني أو فقير، شوف محتاج إزاي للأكل، شوف ما أقدرش أطبق يومين، ولو طبقت يومين كثير من الأجساد تسقط. صحيح. كما فعل الصحابة مع رسول الله في مسألة الوصال. فيعني التعليلات دي تعليلات كلها يعني ليست سديدة. إذن يا مولانا نعود إلى قول الحق تبارك وتعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. مش مسألة بقى أن أحس بحاجة الفقير أو غيره، لا، عشان أبقى تقي. الجميع غني أو فقير يتقون، لأن التقوى هنا كما عرفها سيدنا علي كرم الله وجهه ورضي الله تعالى عنه، يقول هي العمل بالتنزيل والرضا بالقليل والخوف من الجليل والاستعداد ليوم الرحيل. جميل، شوف كلام بليغ. وأبي بن كعب كان يسير مع عمر بن الخطاب، وعمر دائما كان يحاول أن يدارس الصحابة في علومهم التي تلقوا من سيدنا رسول الله. فقال له: ما التقوى يا أبي؟ قال: أسرت في واد فيه شوك يا أمير المؤمنين؟ قال: نعم. قال: ماذا فعلت؟ قال: شمرت عن ثيابي، لحسن طلقت شوط، وحذرت ما أرى. يعني بقى موضع قدمي، أشوف موضع قدمي في الأحسن تدخل فيه شوك. قال: هذه هي التقوى. ابن المعتز أخذ هذا الكلام وصاغه شعرا. جميل. وقال: خلي الذنوب كبيرها وصغيرها، ذاك التقى. واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. جميل. فالتقوى هي إن احنا نخلي الذنوب كبيرها وصغيرها. يعني لا نفعل لا الكبيرة ولا الصغيرة، ولا نبحث هي دي كبيرة ولا هي دي صغيرة، نترك الذنوب جميعا. صحيح. ابتغاء الجبال من الحصى، يعني زي تشبيه إن ذنوب صغيرة على صغيرة ممكن تعمل جبل من الكبائر والمعاصي. قالوا: معظم النار من مستصغر الشر. جميل. يعني هذا المعنى هو واحد يعني. فالتقوى هي أن نتقي الله، والتقوى لله بتأتي من نور القلب، ونور القلب يأتي من الهداية، والهداية تأتي من القرآن، فالقرآن يسبب التقوى، وهذا شهر القرآن. جميل. يعني لما يقول: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فخلاص عرفنا أن الكتاب ده
هدى للمتقين، والكتاب ده نزل في الشهر ده، والشهر ده له رابطة مع هذا الكتاب، وهذا الكتاب له رابطة مع التقوى. ففي الحقيقة أن هذا الشهر هو شهر تقوى، وهذه التقوى واضحة محددة، واتقوا الله ويعلمكم الله. كلما اتقينا الله وتركنا الذنوب كبيرة وصغيرة ورضينا بالقليل واستعدينا ليوم الرحيل وخفنا من الجليل وعملنا بالتنزيل، رأينا أنفسنا أنه قد نورت قلوبنا وهدينا إلى سواء السبيل، اطمأنت نفوسنا ألا بذكر الله تطمئن القلوب، عشنا في سعادة إذا عرفها الملوك لقاتلون عليها كما يقول أهل الله. جميل. فهذا شهر التقوى. طيب شهر التقوى يا مولانا اللي هو شهر رمضان، هل صحيح زي ما الناس بتتداول أو بتقول أن اللي يموت في رمضان يغفر له، أو أن اللي يموت في رمضان يخش الجنة حتف، أو أن اللي يموت في رمضان يؤجل حسابه؟ يعني بيعتبروا أن الموت في رمضان، وأحيانا اللي يموت يوم الجمعة، هل في آثار أو أحاديث مروية عن هذا؟ إحنا أمة أمرنا بالتفاؤل والبشرة، وانقطعت النبوة لكن بقيت الرؤية الصالحة كبشرة يراها العبد الصالح أو ترى له. تملي إحنا نحب، وكان النبي يحب الفأل الحسن وكان يحب البشرة، ولما يجي واحد اسمه فلاح أو اسمه يسار أو اسمه حاجة كده حلوة يستبشر، لكنه لا يحب التشاؤم، ولذلك الضاد هذه الأشياء لا يتشاءم بها. فنحن أمة أمرنا ونعيش في البشرة وفي التفاؤل. جميل. الناس تبقى متفائلة كده، ولما تيجي الحاجة اللي ممكن ناخد منها شؤم نقول لا. يعني زي ما الرسول قال عليه الصلاة والسلام: لا عدوى ولا طيرة ولكن يعجبني الفأل. ولما جه سهيل بن عمرو في صلح الحديبية أم قال: سهل لكم الأمر، عشان كلمة سهيل على سهيل. يستبشر كده، يستبشر يستبشر بالأسماء، يستبشر بالأحداث، يستبشر بالرؤى، يستبشر بالشهور، يستبشر بما لو نزل المطر. طب افرض ما نزلش، ما يتشائمش، ونهانا عن الطيرة وعن وأن نبقي الطيرة في مكامنها. مكامنها يعني ما نطيرهاش كده فنشوفها إذا كانت في الشمال يبقى شؤم وفي اليمين يبقى خير، الكلام ده كله عقلية خرافة. لكنه من أجل التفاؤل والفرح الذي يريد أن يدخله على قلوب أمته أمرنا بالتفاؤل وبالفعل الحسن وبالبشرة ونهانا عن أضدادها. فلما واحد يجي ميت في رمضان ومنض الله، ده مات في أيام مباركة، ده مات في أيام مباركة. لما واحد مثلا كان واحد من إخواننا رحمه الله مات محرما في وسط البحر متوجها إلى عمرة في آخر أيام رمضان فدفن في البقيع، ما شاء الله. جميل، واخد بالك؟ ايوه، بشرات كلها إيه ده؟ جميله. ايوه الله، بخت زي ما بيقول. دي حاجه حلوه قوي. يعني ما هي واضحه اهي. ما هي دي بوش حسن خواتيم، يعني حسن خواتيم. فانا اللي هيموت في يوم الجمعه هستبشر بيه، اللي هيموت في رمضان هستبشر بيه، اللي هيموت في ليله القدر هستبشر بيه، اللي هيموت وهو محرم هستبشر بيه، اللي هيموت وهو في السفينه هستبشر بيه، لأن النبي عليه السلام جعل له أجر شهيد. اللي يموت في وسط البحر. فأنا بستبشر. بيجي بقى الناس يعملوا الضد احنا منهين عنه بقى. رجل مات في الحمام مثلا، فيقول لي ها أعوذ بالله، ايه الحكاية ده؟ أبدا أبدا، موت عادية خالص. صدفة ان هو كان في الحمام، صدفة ان هو كان في الحمام ويتطهر فحدث هذا، فما يجراش حاجة، يبقى ما يتشائمش. رجل مات في حادثة، رجل مش عارف ايه حصل ايه، كل الحاجات دي احنا نستبشر بها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل هناك ما يسمى بأجر الشهيد، فجعل المرأة تموت بجمع، يعني وهي في النفاس او في الولادة او وهي حامل شهيد، لها أجر شهيد. وجعل الميت في هدم له أجر شهيد، والحريق له أجر شهيد، والغريق له أجر شهيد، والهدم ده والمبطون له أجر 18 نوع. والهدم ده منها حوادث السيارات والطائرات والقطارات. يعني اذا ممكن نقول يا مولانا لما يقولوا حادثه قطر دول شهداء، ما جراش حاجه، ده شهيد له أجر شهيد، له أجر شهيد، له أجر شهيد. فأنا تملي بستبشر. بستبشر. وواحد ميت وهو ساجد،
جميل. واحد ميت في المسجد. أيوة. واحد ميت وهو في مؤتمر بيقدم بحث علمي يفيد البشرية. ده حاجات حلوة قوي. صحيح. يعني دي إذا حاجات ناخدها يعني ناخدها حكاية اللي بيموت في رمضان انه هيخش الجنة ويؤجل حسابه. مفيش نصوص شرعية جامدة موجودة، ولكن احنا بنعملها كنوع من انواع المبشرات. نعم. نعم. التي امرنا بها. التي امرنا بها. نخرج لفاصل ونعود للحوار او عرض تساؤلاتكم على مولانا دكتور علي جمعة، فابقوا معنا. فاصل ثم نواصل.